هناك شكوك حول تلاعب موجود في موضوع الاستثناءات وهذه الأسماء اللي تم استثناءها، هل فعلا هذا صحيح؟ يعني هل تابعتم هذه القضية والتفاصيل؟ يا ستي احنا كمجلس محافظة لم نتدخل في حذف او اتحدى اي واحد يقول مجلس محافظة السادة الأعضاء وسيدات أخواتنا بالمجلس المحافظة، ما حد تدخل بإضافة أو حذف أي أحد. هم شكلوا لجنة من المحافظة، السيد المحافظ شكل لجنة من عدم المتظاهر نفسهم، هم اللي حددوا، هم اللي شخصوا، هم اللي يطول يعني اسمه. حتى نوضح أمام المشاهدين اليوم في المحافظة، نعم حتى نوضح عليها أمام المشاهدين في محافظة بابل وفي في في عموم العراق، يعني عموما هذا على أساس الرد على هذا الموضوع أنه مجلس محافظة بابل ما له علاقة بأي شيء من هاي التفاصيل، وهذه القرارات تابعة للوزارة. واحكيها بطول حس، يعني ما عندنا ما يعني حتى لو كان اكو شكوك في تلاعب فهو ما له علاقه مجلس محافظه ابدا بابل. ما لنا علاقه كمجلس محافظه. طيب هل هناك عقبات تواجهكم في حل هذه القضيه على اعتبار لجأوا لكم الشباب؟ يعني هل لديكم احنا عقبات؟ احنا مجلس محافظه نادئ من تعبنا من اهلنا في بابل، بالتالي يجب ان نساندهم ونقف معاهم ونطالب بحقوق، ولكن نعم. تحت سقف الدستور والقانون، احنا ما نقدر نتجاوز صلاحياتنا. اكيد. طيب احنا هاي معاناتهم لقيناها لبغداد، وانا شخصيا يعني دزيت بصمه لدوله رئيس وزراء، ولحد الان لم يكن اكو جواب. ان شاء الله دوله رئيس وزراء اعتقد دوله اولاده، وهو حريص على ابناء في المحافظه وكل المحافظات، وما لمسناه من دوله رئيس وزراء حقيقه رجل مسابل ورجل يعني عنده اكو تواصل مع كل الشرائح، وبالتالي نامل من عنده ان ينظر لابنائنا في محافظه بابل، وان شاء الله يكون حل سريع لهذه الموضوع.